السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام في هذا الفيديو سوف نقدم لكم أهم الفوائد الصحية لتناول الفسيخ والرنجة وما هي أضرار تناول الفسيخ والرنجة وكيف يمكننا تخفيف أضرار تناول الفسيخ والرنجة وللاستخدام أكثر أمان يجب علينا استشارة الطبيب. متابعينا الكرام إذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتفعيل غمز الجرس ليصلكم كل معلومه جديده ومفيده بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما هي فوائد تناول الفسيخ والرنجه؟ وما هي أضرار الفسيخ والرنجه؟ تحتل الأغذية المملحة مثل الفسيخة والرنجة سفرة الطعام في عدة مناسبات ومنها شماء النسيم، وبالرغم من أضرارها التي تتعلق بطرق إعدادها واحتمال نمو البكتيريا الهوائية خلال فترة تخليلها وتمليحها، فإنها تنطوي على العديد من الفوائد التي تتمثل فيما يلي: أولاً تساعد الأسماك المملحة في علاج الإمساك وإضطرابات الجهاز الهضمي، وتعتبر منشطاً ومقوياً جنسياً نظراً لاحتوائها على مادة الفسفورة بنسبة عالية والتي تزيد من الرغبة في العلاقة الحميمة عند الرجل والمرأة. ثالثاً: تخفف من أثر نزلات البرد والإنفلونزا. تحتوى على قيمة غذائية عالية وتعتبر مصدراً غنياً بالبروتين حيث إن كل 100 جرام من الفسيخة تحتوى على 250 سعرة حرارية وعلى 55 جرام من البروتين. تحتوى على مضادات الأكسدة المهمة جداً لجسم الإنسان والتي تحميه من الأمراض. يعتبر الفسيخه والرنجه بصفه خاصه والاسماك المملحه من الاطعمه الفاتحه للشهيه زياده الرغبه في شرب المياه التي تنظف المعده والكلى والكبد نظرا لاحتواء نسبه كبيره من الاملاح ومن ناحيه اخرى قد يؤدي تناول الاسماك المملحه مثل الفسيخه والرنجه الى اضرار كثيره منها ما قد يظهر تاثيرها على الجسم سريعا واخرى تظهر على المدى الطويل وتتضمن هذه الاضرار ما يلي قد يؤدي الاكثار منها الى الاصابة بنوبة اسهال تستمر ما بين 12 الى 72 ساعة ويصاحبها ضيق في التنفس وفي ميل بعض النصائح التي تقلل من اضرار تناول الفسيخ والرنجة وزيادة الاستفادة من قيمتها الغذائية اولا تجنب تناول المياه الغازية لانها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتواء على بيكربونات الصوديوم الاكثار من شرب الماء عدم تناول ما يزيد عن 150 جراما يجب تناول كميات كبيرة من الخضروات كالبصل والخسة والجرجيرة والبقدونس لأنها تساعد على التخلص من الملح الزايد في الجسم والناتج عن أكل الفسيخة والرنجة تناول الشاي الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة تناول الكركدية والبقدونس المساعدة على درر البولة والتخلص من الأملاح تناول البقدونس والبرتقال والموزة والكنتالوب لأن هذه الأطعمة تساعد على إخراج الملح الزايد من جسم الإنسان إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير لتجنب الإصابة بحموضة المعدة، إزالة الرأس والأحشاء، غسل الفسيخة أو الرنج أو السردين بالخل المخفف مع عصير الليمون لتقليل نسبة الملح به. وعليك أيضاً عزيزي توخي الحذر عند شرائك لهذه الأسماك وشرائها من أماكن موثوقة لأن تركها معرضة للهواء يمكن أن يسبب تلوثها بالأتربة والعوادم والذباب وهذا التلوث وهذا التلوث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة أو التعرف عليه نظرا لراحة النفاذة لهذه الأسماك ولكن يحظى على الأطفال أقل من ثلاث سنوات والحوامل المرضعات والمصابين بأمراض القلب والكلى وقرحة المعدة تناول هذه الأسماك المملحة لما قد تسببه من ضر كبير على صحتهم متابعينا الكرام إذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بمشيئة الله تعالى